أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة مهمة وجديدة من ركن ترامي. في تاريخنا كتب أثرت بشدة على العالم، على إسهامات الجنس البشري وطريقة تفكيره وفهمه لكثير من الأمور، أهمها الكتب السماوية زي القرآن والتوراة والإنجيل. كتاب رأس المال مثلا لكارل ماركس، من خلاله انتشر الفكر الاشتراكي في 4 من قارات العالم. الكتاب اللي هنتكلم عليه النهاردة كتبه واحد كان له تأثير كبير على العالم في حينه، وحتى بعد ما ماته 75 سنة مازال أثره باقي، مازالت أفكاره راسخة عند بعض أتباعه من النازيون الجدد. أنا بتكلم عن المستشار الألماني أدولف هتلر وكتابه اللي هنراجعه النهاردة، كفاحي ضد الجبن والكذب والغباء لأدولف هتلر، أو ما بتا يعرف اختصارا في الأسواق باسم كفاحي. طبعا مش كل ما يحمل الاسم نفسه وصورة هتلر هو بالضرورة مذكرات هتلر. كثير من المؤلفين بيستخدموا الاسم علشان يبيعوا كتبهم اللي بيسردوا فيها حكاية هتلر، دول ملناش دعوة بيهم. كلامنا النهاردة عن النسخة الأصلية القديمة من دار إحياء التراث في لبنان، أو منشورات الكتب الأهلية بيروت، مذكرات أدولف هتلر اللي كتبها وهو في السجن قبل ما يوصل لسدة الحكم. في الفصل الأول بيتكلم هتلر عن طفولته، ازاي انه اتولد في مدينة برونو الواقعة على الحدود المشتركة بين المانيا والنمسا، والاثنين دولتين المانيتين قسمتهم الحدود، لابد برأيه من اتحادهم. ابوه موظف في الجمارك، تحول الى مزارع بعدما احيل الى التقاعد. كان للاب مكتبة وكتب بدأ هتلر يألف فيها، استهوته كتب التاريخ اكثر من غيرها، لكن اكثر ما تعلق به مجلة فيها وصف مثير للحرب بين فرنسا اللي كان وقتها بيحكمها الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث، وبروسيا اللي هي اللي اصبحت المانيا بعد كده واللي كان بيحكمها الامبراطور الالماني جوليوم الثاني. في مدرسته كان متفوق في التاريخ والجغرافيا، بيحب الرسم، لو بتحب الثلاثه انت كمان زي حالاتي خاف على نفسك، له لوحات كتير باسمه تقدروا تلاقوها على النت. مات ابوه وهو عنده 13 سنه، وماتت امه بعدها بفتره. سافر لفيينا علشان يدرس في أكاديمية الفنون قسم التصوير بالزيت. على مدار 5 سنين بيقول إنه لم يذق فيها الراحة، اشتغل هتلر معاون بناء وعامل دهان، لكن في النهاية أموره تحسنت لما بدأ يشتغل لحسابه رسام هندسي. عن فترة فقره بيقول: لو اشتريت كتاب يقف الجوع ببابي يوم كامل، وإذا حضرت حفلة موسيقية أو شاهدت مسرحية لازمني الجوع يومين. لكنه مع ذلك ما بطلش قراية. في الوقت ده بدأ يحضر اجتماعات الحزب الاشتراكي الديمقراطي المسيطر على النقابات العمالية، واللي أعجب بيه في الأول لكنه سرعان ما عاداه واعتبره بيضحك على الجماهير وبيستغلهم. عن اليهود بيقول جملة غريبة قوي: في حداثتي كنت أعتبر يهود بلادي مواطنين، وكنت لا أعتبر للخلاف في الدين، حتى أني وبخت صديقا لي لإهانته أحد التلاميذ اليهود. طيب إيه اللي جرى عم هتلر؟ الموضوع بدأ بسيط في الأول. الصحافة اللي بتهاجم الامبراطور جريوم اللي بيحبه هتلر ملكها يهود. في فيينا بدأ يشوف تكتل اليهود وتجمعهم في حي واحد، ثم ان اهتمامه بيهم زاد بظهور الحركة الصهيونية. عن تغير نظرته وكرهه الشديد ليهم بيقول: قذارتهم كانت تصدم النظر منذ ان تقع العين على يهودي. كنت اضطر الى سد انفي كل مرة التقي باحد لابس القفطان، لان الرائحة التي تنبعث منهم تبعث على القرف. ولكن قذارتهم الجسدية ليست شيئا يذكر إلى قذارة نفوسهم. ضايقته فكرة الشعب المختار اللي بيروجوا ليها، تكتلهم على رأس المال ومصالحهم الشخصية، وينعادوا في ده مصالح الأوطان اللي بتؤويهم. إزاي إنهم بيروجوا للدعارة والاتجار بالرقيق الأبيض؟ مع الوقت بدأ يربط بين تأخر بلاده وبين توغل اليهود فيها، اللي اكتشف إنهم المسيطرين على الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والصحافة، ثم انه بدأ يربط بين اليهود والصهيونية والماركسية اللي خرجت من عبائتها الشيوعية. عن فكرة الشعب والله المختار المربكة بيقول: رجعت الى تاريخ الشعب اليهودي عبر الاجيال وما كان له من تأثير في توجيه البشر، فهالني شدة التأثيرات وتساءلت بقلق: هل يقضي القدر بأن يكون لليهود النصر النهائي؟ في الفصل الثاني بتظهر نزعته للديكتاتورية من خلال رفضه للرايخستراتل اللي هو البرلمان النمساوي اللي عجل في رأيه بانهيار المملكة النمساوية.
ازاي انه دخل وهو عنده 19 سنه بس علشان يحضر جلساته، فتفاجئ ان المجلس ما بيحضرهوش الا 30% فقط من النواب، نصهم نايمين. وبرغم انه معجب بالبرلمان الانجليزي الا ان رايه هيتحول من رفض البرلمان النمساوي الى رفض النظام البرلماني كله على بعضه، لان الديمقراطيه برايه وبوضعها اللي كانت عليه في زمانه بيئه خصبه للماركسيه وظهورها وتوغلها. ومن هنا جه اقتناعه ان مصير شعب الرايخ راهن بتقويه مركز الامبراطور مش البرلمان. اي معنى يبقى للمسؤوليه اذا لم يتحملها شخص معين؟ وكيف يجوز اعتبار رئيس حكومة مسؤولا عن مقررات أو أعمال فرضتها إرادة أشخاص عدة؟ تعرفوا ده عامل زي إيه؟ بأمثلة من زماننا الحاضر، يعني لو حابين نقول لهتلر الله يا هتلر كلامك مظبوط، إيه المثال اللي ممكن نعرضه ليه؟ أي مثال له علاقة باختبار حقيقي للديمقراطية، زي تيريزا مي مثلا رئيس وزراء بريطانيا السابقة فيما يخص رحلتها مع البريكزيت أو بريتن إكزيت، ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. برغم ان تريزا مي نفسها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الاوروبي، لكنها كانت في وش المدفع مضطره للخروج من الاتحاد، ده طبعا تسبب في ضياع مستقبلها السياسي، لا هي عارفه ترضي اللي حابين يخرجوا ولا عارفه ترضي اللي راضين يخرجوا. راحت من الاخر ضحيه الازمه. من ناحيه ثانيه، واخدين بالكم تطور الفكر بيجي ازاي؟ دلوقتي هتلر اصبح مقتنع جدا بمبدا الحكم القوي والديكتاتور لفرد واحد. اذا فشل رجل الدوله في جذب الاكثريه، هذا الورم الخبيث الذي طغى على النظام البرلماني، فهل معنى ذلك فشله في الحكم؟ أليست العبقرية الخلاقة كالنصر على جمود الأكثرية؟ وأي سبيل يمكن لرجل الدولة أن يسلكها حين يخفق في جذب الأكثرية إلى مشروعه؟ فهل يجوز له أن يترك القيام بالمهام والمشروعات التي يعتبرها ذات ضرورة مليحة أمام غباء مواطنيه وجمهوره؟ بيفكركم الكلام ده بحاجة؟ ايوه، الحلقه بتاعتنا اللي هيظهر الرابط بتاعها ليكم فوق دلوقتي، لهذه الاسباب كفرته بالديمقراطيه والديكتاتوريه، بسبب غباء مواطني دولته سقراط فقد حياته. هتلر هنا بيعدد اسباب وجيهه جدا لانتقاد الديمقراطيه، لكنه في الحاله دي وبعكس حلقتنا اللي بقول لكم عليها، اسبابه دفعته لاعتناق الديكتاتوريه بديلا مرضيا. الشعب الذي لا يتحلى بوعي سياسي لا يؤمل منه حسن اختيار ممثليه في البرلمان، والراي العام لا يعتمد على الخبرة الشخصية أو على معرفة الأشخاص، فهو يخضع للدعايات التي تسيطر عليه بدون أن يشعر. فالصحافة هي الموجه الوحيد، وهي التي تنشئ الجمهور سياسيا بواسطة ما تنشره من أخبار. فيينا كانت محطة مهمة جدا في حياة هتلر، لأنه بدأ يبص ليها على أنها محطة تاريخية لابد يستفيد منها ويتعلم ليه الإمبراطورية النمساوية بجلالة قدرها انهارت. الغريب أنه انشغل بالمواضيع دي بينما سنه صغير جدا. بدأت أكره النمسا بعد أن أصبحت معرضا للقوميات المتنافرة وتنكرت لتاريخها المجيد بعد أن سمحت لجموع البولونيين والتشيكيين والهنغاريين وغيرهم لغزوها والاستيطان فيها. خيل إلي في هذا الوقت أني أصبحت غريبا في تلك العاصمة الجميلة فيينا. قررت الانتقال إلى ألمانيا لأعود إلى مهنتي في هندسة البناء، تاركا المساهمة في تحقيق أغلى أماني القومية وأماني الألمان المخلصين، وهي إلحاق وطن النمسا بالوطن الكبير الرايخ الألماني. إن الحنين إلى الوطن يتقد في قلوب جميع الذين يعيشون بعيدين عنه، ولن يعرفوا معنى الطمأنينة إلا حين تفتح أمامهم أبواب الوطن وينعم الدم المشترك بالسلام والطمأنينة في الإمبراطورية الموحدة. سافر هتلر لميونيخ علشان يكمل دراسته، ومع تطور نظريته العنصرية بدأ يقتنع بنهج الأقوياء. ما من شعب في هذا العالم تمكن من امتلاك شبر واحد من الأرض بفضل احترامه لحقوق الآخرين وتقيده بالقوانين المنزلة أو الموضوعة. فأجدادنا لم يتلقوا الأرض التي نعيش عليها هبة من السماء، لكنهم أحرزوها بقوة السيف بعد أن سقوا تربتها بدمائهم الزكية. إذا غلب الشعب فمعنى هذا أن القدر قد وجده أضعف من أن يستحق العيش على هذه الأرض. إن العالم على سعته لا يضيق بالشعوب الضعيفة. القوي لا يخشى الغزو والتوسع، فلسفته التوسعية وأسبابها بتظهر بشكل جلي في الفصل الثالث. الطبيعة لا تتعرف إلى الحدود السياسية، هي وضعت المخلوقات الحية على وجه البسيطة وبدأت تراقب صراع القوى المختلفة وتنظر بعين العطف إلى من هو جدير بالحياة والبقاء. ولقد تركت الطبيعة أراضي شاسعة لا تذل بكرا، هي لم تحتفظ بها لجنس من الأجناس، بل تركتها للشعب الذي يتمكن من امتلاكها ويضع يده عليها. رغبة في التوسع عنده لها أسبابها، منها مثلا شعوره بالظلم في ترسيم الحدود.
علينا كألمان أن نعتنق النظرية القائلة أن الله لا يمكن أن يقضي بأن يحصل شعب على 50 ضعف ما لشعب آخر من الأرض، وأنه إذا كانت الأرض قادرة على إكفاء الجميع فليس من العدالة بشيء أن يفصل بيننا وبين الحصول على المدى الحيوي لنمونا وبقائنا. تخيل مثلا سكان دولة الكويت هم 4 مليون تقريبا عايشين في مصر اللي عاصمتها وحدها ساكن فيها 10 مليون، وإن 100 مليون مصري عايشين في الكويت اللي عايش فيها 4 مليون. دي النظرية اللي حاول يشرحها من واقع أن العنصر الجرماني هو العنصر المهيمن على القارة الأوروبية وبالتالي يستحق مزيد من الأراضي. بيشرح هتلر تاريخ المشكلة الألمانية في 3 حلول فكر فيها السياسيين السابقين: إما الاستعمار الداخلي، والاستعمار الداخلي هنا مقصود به زيادة المحصول بتاع الأرض كوسيلة لإنقاذ الشعب من المجاعة، لكن ده حل مؤقت باعتبار أن عدد السكان هيزيد بينما قدرة الأرض على الإنتاجية هتتضاءل، ده بخلاف أن الاستعمار الداخلي غالبا مش هيشمل هجوم على الإقطاعيات الكبيرة والملكيات الخاصة. لأجل ده رفض الأغنياء الحل. الحل الثاني تحديد النسل، وده رفض من قبل رجال الدين. عندنا حلين دلوقتي رفضوا من قبل رجال الدين والأغنياء. الحل الثالث واللي اختاروه بيكون بإغراق الأسواق الخارجية بالبضائع الألمانية لتوفير أرباح كافية تبعد عنهم شبح المجاعة. هتلر بيقدم حل رابع هو الأسلم والأصح برأيه، وهو الغزو والتوسع. لا ينقذ ألمانيا من خطر الجوع إلا الاستيلاء على أرض جديدة، والبلاد الصغيرة في مساحتها تبقى معرضة للمفاجآت العسكرية والسياسية، فالمساحة الكبيرة هي بحد نفسها عاملا أساسيا من عوامل الاستقرار، فكلما امتدت أراضي شعب سهل الدفاع عنه، فقد رأينا أن الانتصارات السريعة كانت على أراضي شعوب مجالها الحيوي الضيق، بينما كان على العكس من ذلك بالنسبة للبلدان ذات المساحة الشاسعة، إذ أن قوة المهاجم تنهار قبل وصوله إلى هدفه البعيد. الغريبة إن ده تحديداً اللي هيحصل لهتلر لما يحاول غزو الاتحاد السوفيتي، وهو نفسه اللي حصل لنابليون بونابرت لما حاول يغزو روسيا. روسيا أقوى ما فيها مساحتها، أنت هتتعب وتخسر قبل ما توصل حتى لخصمك علشان تهزمه. هتلر إذن عايز الغزو والتوسع، لكنه يريد توسع في الداخل الأوروبي. هو بينتقد فكرة أن تكون الدولة الأوروبية صغيرة لكنها تحتفظ رغم ذلك بمستعمرات شاسعة خارج أوروبا. هو كده بيتكلم عن دولة زي هولندا مثلا. الدول دي تظل ضعيفة برأيه لأن قواعدها الأهم والأغنى متفرقة خارج أرضها، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية مثلا القاعدة بتاعتها في أرضها كبيرة وقوية. هتلر في الفصل ده كان صريح جدا حتى إنه لم يخفي عدائه لروسيا. لا يغيب عن بالنا أن توسع ألمانيا في أوروبا يجب أن يتم على حساب روسيا. واضح وضوح الشمس، دخلت ألمانيا الحرب العالمية الأولى اللي شارك فيها هتلر كمجند وتعرضت لهزيمة نكراء. بينما هو في المستشفى بيتعالج عرف أن ألمانيا اللي شهدت وقت الحرب اضطرابات كان منها إضراب عمال مصانع الذخيرة تحولت من ملكية إلى جمهورية. وطالما إضرابات عمالية تبقى إيه؟ تبقى ماركسية وشيوعية اللي هي إيه؟ اللي هي يهودية. كيف سنبرر موقفنا للأجيال المقبلة؟ وكيف سنكتب غدا تاريخ هذا الحدث؟ إن الذين تسببوا في وقوع الكارثة ولطخوا بالعار تاريخ شعبنا المجيد قد جنوا على هذا الشعب دون أن يشعروا. إن الحقد يغلي في صدري على أولئك الذين تسببوا في الكارثة. مرت الأيام وأيقنت أن الاعتماد على سخاء العدو وتسامحه نوع من الجنون، بل هو الخيانة بالذات. قررت الاشتغال بالسياسة واضعا أمامي إنقاذ ألمانيا من عدوين، الماركسية واليهودية. بعد هزيمة ألمانيا وفي دروس تنشئة وطنية تلقى على أفراد القوات المسلحة، تعرف هتلر بمجموعة من الوطنيين الساخطين اللي هيأسسوا مع بعض حزب سياسي جديد. من ضمن الناس اللي تعرف عليهم هتلر في الفترة دي كان شخص يدعى فيدر. أدركت على ضوء نظريات الأستاذ فيدر أن جهودنا يجب أن توجه ضد فكرة رأس المال الدولي، ولقد أثبتت الحوادث صحة هذا الرأي، فحتى نوابغ الساسة البرجوازيين في هذه الأيام أدركوا مدى خطورة رأس المال الدولي، فهو لم يكتفي بإثارة الحرب العالمية بل جعل من السلم جحيما لا يطاق. لم يبقى شخص مخلص واحد إلا وأدرك أن محاربة رأس المال المعد للقروض أصبح واجبا وطنيا لإنقاذ الأمة وإنقاذ حريتها واقتصادها. الحقيقة هتلر هنا بقناعاته دي نقدر نحطه في مصاف قادة عالميين زي نابليون بونابرت وتوماس جيفرسون وجون كينيدي بعد كده، من باب انهم كلهم عرفوا بمخاطر النظام الربوي العالمي وحاولوا يتصدوا له، لكن
كفاحي مش بس كلام في التاريخ والسياسة والاقتصاد، هتلر برضو بيتكلم عن الصحافة والجنس والأخلاق. إن عدم اهتمامنا بالتربية البدنية قد فتح الطريق أمام النزوات والغرائز الجنسية، فالشاب الذي يمارس الألعاب الرياضية يصبح أكثر قوة ومقدرة على كبح جماح غرائزه الجنسية. فالنظام التربوي يجب أن يتعهد العقل والجسد معا بالإضافة إلى الأخلاق. كذلك يجب القضاء على مظاهر الخلاعة التي تثير الغرائز الجنسية، وذلك بتطهير الحضارة الألمانية تطهيرا كاملا يشمل المسرح والفن والسينما والصحافة. كثير من المؤرخين الغربيين بيعتبروا هتلر ملحد، أو على الأقل ملهوش ملة محددة، بيستدلوا بأدلة لها وزنها. لكن في كتابه كفاحي، بينما يتحدث هتلر عن دور اليهود في الفساد الأخلاقي في المجتمع الألماني، نجده يقول: أما رجال الكنائس فكانوا منصرفين عن هذه الأعمال التخريبية داخل البلاد للتسابق إلى هدي زنوج إفريقيا. هذا التسابق الذي لم يؤدي إلى أي نتيجة بالنسبة إلى النتائج الباهرة التي حققها الإسلام هناك. لقد ترك رجال الكنيستين نعاجهم إلى الذئاب، وكانت النتيجة تزعزع الإيمان وتقلص شأن الوازع الديني. فأي الرجلين هو؟ في الفصل العاشر بتتضح وجهة نظر هتلر المثيرة للجدل في مسألة الأعراق. أقتبس لكم منها هذه الاقتباسات: الكفاح من أجل البقاء أو الطعام يؤدي بالنهاية إلى مصرع كل كائن ضعيف أو غير جدير بالحياة. لا يجوز أن يتمتع بحق خلق حياة جديدة إلا الأفراد الأصحاء. إذا تساوت إمكانيات البشر في التوالد، تفوق غير الأكفاء على الأكفاء. من الواجب التدخل من أجل الصفوة. أمريكا الشمالية يتألف سكانها من العناصر الجرمانية بأكثريتها التي لم تتمازج بالشعوب الملونة إلا بمقدار قليل. لذلك نرى أن حضارتها تختلف اختلافا كليا عن حضارة أمريكا الجنوبية، حيث اختلط سكانها اللاتين بالسكان المحليين دون تحفظ. الحضارات الكبرى التي انهارت في الماضي كانت بسبب سريان الدم الفاسد في عرقها الخلاق. البشر ثلاث فئات: الفئة الأولى التي خلقت الحضارة، والثانية التي حافظت عليها، والثالثة التي قوضت دعائمها. الآري هو الممثل الوحيد للفئة الأولى. في الفصل ده نجده يستدل بالحملة الفكرية اللي كانت في عهد فريدريك الكبير، واللي تزعمها جوتا ضد فكرة زواج اليهود من ألمانيات، واللي أيده فيها الشعب لاقتناعه أن اليهود عنصر غريب ودخيل على أمتهم. وبيتكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون وفلسطين. عن الفرنسيين بيقول: الشعب الفرنسي الذي يهبط تدريجيا بمستواه إلى مستوى الزنوج، يعرض كيان الجنس الأبيض في القارة الأوروبية لخطر الزوال والانقراض بمسايرته مشاريع اليهودية العالمية الطامعة في السيطرة على العالم. لا نظلم الفرنسيين حين نقول أن لهم يدا في تلويث الدم الألماني في رينانيا، لأن هذا الشعب المتهتك لا يختلف عن اليهود برغبته في القضاء على حيوية شعبنا، حين يشجع الأجناس المنحطة على تلقيح الألمان بدمها النجس. التنظير العرقي ده طال اليابانيين باعتبارهم لم يخلقوا حضارة، إنما استودعوها، وطال مصر والمصريين في موضع آخر. فتراه يقول مثلا تعليقا على اجتماعات جماعته سنة 1921 بوطنيين من مصر والهند ساعين لاستقلال بلادهم: إن المؤمنين بالكفاح المشترك، أي الكفاح الألماني المصري الهندي، لم ينظروا إلى حاضرهم الأليم. فهل من المعقول لحلف يضم ثلاثة مقعدين من مهاجمة عملاق يقظ؟ أنا كعنصري أتخذ من الأعراق ميزانا أزن به القيمة البشرية، لا أسمح لنفسي ولو بالتفكير بربط مصير شعب كالشعب الألماني بمصير شعوب تحتل من حيث التسلسل العنصري مرتبة وضيعة. يحاول هتلر أن يبدو دبلوماسيا ومنطقيا بعض الأوقات، فتراه يقول مثلا: إذا جارينا الداعين إلى معاداة إنجلترا لأنها سلبتنا مستعمراتنا، وإلى مقاطعة إيطاليا لأنها تحتل التيرول الجنوبي، وإذا جارينا الناقمين على بولونيا وتشيكوسلوفاكيا لأنهما بولونيا وتشيكوسلوفاكيا، فلن يبقى عندنا من حليف نحالفه إلا فرنسا، التي ناسى غولة الوطنيين أنها هي الأخرى سلبتنا الألزاس واللورين. وهو بيتنبأ بسيادة أمريكا للعالم في سنوات معدودة، وبيتنبأ بنشوب الحرب بين إنجلترا واليابان. في الختام، ما عنديش شك أني قدام كتاب فلسفي لراجل مهموم ومحزون وموتور ومجنون في وقت واحد، يحاول أن يتحصل من التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والمنطق واستراتيجيات الحروب على أي حجج أو أسانيد تعينه على نشر فكره وفهمه لواقع أمته ومشاكلها. متى يفهم المواطنون أن استرداد الأراضي السليبة لا يتم بالدعاء والابتهال إلى الله، ولا بتطيير برقيات الاحتجاج إلى عصبة الأمم؟ إن استعادة الأراضي السليبة يكون على أيدينا حين نصبح قادرين على مجابهة أعدائنا. طيب،
ليه أنا بقدم الحلقة ديت؟ سؤال مهم خليته للآخر لسببين. السبب الأول هو إنك لازم تقرأ عن الأفكار مهما بدت غريبة ليك من منبعها نفسه، ما تعتمدش على الشروح لأن الشروح بطبيعة الحال هتختلف. السبب الثاني هو إني والمدة طويلة كنت غرقان في القراية عن الحقبة النازية، وكان من ضمن ما قريته وحبيت إن أنا أقدم لكم مراجعة عنه مذكرات هتلر بينما أنا بكتب كتابي النازيون العرب، كتابي التاريخ الأول بعد روايتين هما اليوران وباب الجنة، واللي كتبته بناء على طلب من صديقي الباحث الكبير في علم المصريات أحمد سعد الدين. في الكتاب بقدم هتلر وعلاقته بأوطاننا العربية وهويتنا العربية والإسلامية من زاوية مختلفة أعتقد إنها جديدة تماما على المكتبة العربية. رأيه ورأي رجاله في الإسلام كدين والعروبة كقومية والعرب كجنس، علاقته بالخديوي عباس حلمي الثاني وبملك مصر والسودان الملك فاروق ورئيس الوزراء العراقي رشيد علي الكيلاني ومفتي القدس أمين الحسيني والمناضل السوري فوزي القويقجي وغيرهم كتير من القومين العرب، فضلا عن علاقته بمسلمي البوسنة والهرسك، ثم علاقة النازيين من بعده بثورة يوليو وبالرئيسين المصريين جمال عبد الناصر وأنور السادات. في الختام إذا عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها معلومة ولو صغيرة ما تبخلوش بلايك وبشير وبسبسكرايب لو مش مشتركين علشان غيركم يستفيد، لو مش مشترك اشترك، اضغط على الجرس علشان توصلك التنبيهات كل ما ننزل حلقة جديدة. تابعوني على صفحاتي على فيسبوك وإنستجرام وجود ريدز، اشتركوا على جروب القناة. تحياتي أنا رامي رأفت وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.